اهلا بك عزيزي المشاهد في برنامج اسألوا ولن تسؤكم. تعالوا نسمع مع بعض ونشوف سؤال الحلقة. طيب، ما الله امر برضو شعب اسرائيل بالغزوات والقتل والدمار في العهد القديم؟ ده السؤال. اولا، الحروب اللي خاضها شعب اسرائيل في العهد القديم كانت مشروطة بطاعة الله، بطاعة الشعب لله، وإلا انهزموا أمام أعدائهم. تاني حاجة، حروبهم خد بالك ما قامتش على أساس عرقي أو ديني، وإلا كانوا حاربوا كل الأمم المخالفة ليهم، لكن هم حاربوا 7 أمم بس اللي حاربوها. كمان ما كانوش بيحاربوا بغرض نشر الدين اليهودي ولازم يقتلوا الكافر بيه. حروبهم ما كانتش من أجل التوسع والاحتلال وكسب الغنائم والسبايا، لكن تمت الحروب دي لأن الله استخدمهم في تحقيق القضاء والعدل بمعاقبة شعوب معينة شريرة بعد ما أنظرهم الله كتير جدا لمدة 400 سنة. فكانوا في وحشية وقسوة وزنا المحارم، شذوذ البهائم والبغاء مع طقوس الوثنية، لدرجة كانوا بيقدموا أطفالهم كتضحية للآلهة الوثنية، وكانت ثقافتهم عدوانية جدا وعايزين إبادة إسرائيل. فالله عاقب إسرائيل كمان بنفس معاقبته للشعوب دي لما كانوا بيعصوا عليه، لأن الله ما عندوش محاباة. فمرة سلمهم للسبي الأشوري، ومرة سلمهم للسبي البابلي، غير عقوبات كتير جدا جدا من النوع ده. الله ما عندوش محاباة. أرجو تكون الفكرة شوية وضحت، لأنه في فرق كبير بين حروب شعب إسرائيل وأي حروب تانية. عزيزي المشاهد، فكر في اللي قلناه، ادرسه كويس، ومستنين اي سؤال ليك ابعته لنا، لان برنامجنا اسمه اسألوا ولن تسؤكم.